في إطار مشروع تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة في مناطق صعيد مصر ودلتا النيل الذي أطلقته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتمويل من الحكومة اليابانية، نجحت مدارس المزارعين الحقلية بمحافظة كفر الشيخ في تطبيق الممارسات الزراعية الموصي بها لرفع كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل في حقول القمح. حقل الإرشادي ده مزروع بنصف كمية تقاوي المعتادة اللي بتزرع بها الحقول العادية، وكمان تم معاملته بمعاملات زراعية مختلفة عن المعتاد، بالإضافة إلى أن تم ري ريتين فقط لتوفير المياه. ساعد المشروع النساء من أصحاب الحيازات الصغيرة والعاطلات عن العمل على تحقيق زيادة إنتاجية المحاصيل لكل وحدة من مياه الري المستخدمة مع مرور الوقت، مما يساعد الأسر الزراعية الضعيفة على تحسين توليد الدخل والقدرة على الصمود والتغلب على الفقر. احنا ناقشنا في المدرسة الحقلية ثلاث حاجات: توفير التجاوي وتوفير المياه وتوفير الأسمدة الأساسية. إذا أنا ما قلت للعيال عاوزين نعمله كده، قال لي يوم زي ما أنت شايف في المدرسة الحقلية نعمله، وعملنا والحمد لله ربنا شكرنا وربنا صلحنا وغلتنا جايب أحلى غلة. ما كنتش فلاحة طبعا، ولا كنت بزرع، ولا كنت بروح كده ولا كده. لما عرفنا بالحقل أدينا جينا وفهمنا منه حاجات يام واستفدنا منه حاجات يام. يعد مشروع تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة خطوة هامة نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الريفية، بما يتماشى مع مبادرة الحكومة المصرية حياة كريمة، كما يعكس التزام المنظمات الدولية بتعزيز الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة في ريف مصر.